مرحبا أعزائي طلابنا، وسهلا بكم بدرس جديد من دروس الصف الرابع الإعدادي. فيديو اليوم راح يكون أسئلة عن نصف السنة. تعالوا حتى نبدأ الدرس. بالبداية راح أجيب لكم قطعة خارجية من 10 درجات. القطعة الخارجية تعتمد على فهمكم للمعنى العام للمعاني. من المهم تعرفون أدوات الاستفهام ومعانيها وشلون أجاوب على الجملة الاستفهامية. أيضا من النصائح اللي أحب أقولها لكم، اكتبوا معاني الكلمات اللي تعرفوها حتى تفهمون القطعة. زين. Read the following passage carefully and answer 5 of the questions below. اقرأ الباسج اللي أمامكم بحذر وأجب عن 5 أسئلة. Mr. Yang owned his own business. Mr. Yang يمتلك عمل الخاص به and worked very hard. ويعمل very hard يعني بجد. His wife was afraid. زوجته كانت خائفة. That he would get sick. بأنه سيمرض. If he continued like that. إذا continued يعني استمر. Like that يعني قصده بهاي الوتيرة من العمل. So she often tried to get him to take a vacation. لذلك حاولت هي to get him أن تدعه يأخذ vacation بمعنى عطلة. At last she managed to persuade him to do this. بالنهاية استطاعت إقناعها. Persuade بمعنى إقناع. Him to do this حتى يعني يسوون هذا الشيء vacation العطلة. But she was afraid that he might not be able to enjoy his vacation quietly. لكن she كانت خائفة. لكن هي كانت خائفة he might not be able بأنه لن يكون قادر على الاستمتاع بالعطلة quietly يعني تماما. So before they left لذلك قبل أن left أن يغادروا Miss Yang went to see her husband's secretary. السيدة يانغ ذهبت حتى تشوف سكرتيرة أو سكرتير زوجها. She said to her قالت لها إذن هي سكرتيرة. My husband needs a vacation. زوجي يحتاج إلى عطلة very much جدا. So whatever happens please don't bother him with telegrams and letters about business problems. لذلك مهما يحدث لا bother him يعني تزعجيه. With telegram يعني برنامج التليجرام and letters والرسائل about business problems عن مشاكل العمل while we are away عندما بينما نكون بعيدا. Just wait till we get back. فقط انتظري إلى أن نعود. After Mr. and Miss Yang had been away بعدها بعد ذهابهم بعيدا about week بعد أسبوع Mr. Yang received a letter from his secretary. استلم رسالة من secretary سكرتيرة which said تقول له something terrible has happened to your business. شيء سيء حصل إلى البزنس العمل مالته. But I'm not going to bother you with it. لكني لن أزعجك بذلك. While you are enjoying your vacation. بينما أنت تستمتع بالعطلة مالتك. يعني هي ما راح تزعجه بس دزت له رسالة. زين هسه نجي على الأسئلة. What was Mr. Yang's wife afraid of? ماذا كانت خائفة زوجة يانغ؟ She was afraid that he would get sick if he continued to work hard like that. كانت خائفة إنه هو ممكن يعني المقصود بها زوجها إنه يمرض إذا استمر بهذا العمل. What did the secretary write in her letter to Mr. Yang? ماذا كتبت السكرتيرة إلى مستر يانغ؟ She wrote something terrible has happened to your business. قالت له شيء سيء حصل
إلى عملك, but I'm not going to bother you, لكني لن أزعجك, with it now while you are enjoying your vacation, بينما أنت تستمتع بالعطلة مالتك. زين, did Mr. Young enjoy his vacation, هل استمتع بالعطلة مالته؟ No, he didn't, لا لم يستمتع. و what did Miss Young tell the secretary not to do while they are on vacation, ماذا طلبت الآنسة يانغ من السكرتيرة إنه تسويه خلال ذهابهم بعطلة؟ She told her not to bother her husband with letters about business problems. قالت لها لا تزعجين زوجي بالرسائل عن مشاكل العمل. 5. Choose the word that is closest in meaning to vacation. اختار الكلمة اللي هي قريبة من vacation, وعطينا medicine دواء وholiday عطلة وmoney نقود. إذن هي الholiday نفس vacation. وwrite a suitable title to the passage, اكتب عنوان مناسب إلى الباسج المقصود بها القطعة. اختاروا أي عنوان يناسبكم. هي بالتالي فد مثال عن القطعة الخارجية وشلون تحلون القطعة الخارجية. مثل ما قلت لكم تعتمد على المعاني, باعتبار بأن القطعة الخارجية راح تختلف من طالب إلى طالب ومدرس إلى مدرس. أكو فيديو أنا شارحة بها شلون نحل قطعة خارجية لمرحلتكم الدراسية. انتقلنا إلى textbook. textbook هو كل القطع اللي موجودة عندكم, كتاب الطالب وكتاب النشاط اللي داخله بالامتحان. زين, أيضا راح يكون عليه 10 درجات. Number one, most synonyms have exactly the same meaning. أغلب المرادفات لديها معاني نفسها. الجواب false, خطأ. Why couldn't Sandra get close to the stones? لماذا ساندرا لم تستطع الاقتراب من الأحجار؟ Because tourists had damaged the stones. لأن السياح دمروا الصخور أو الأحجار. When did people first write in English? متى الناس أول مرة كتبوا in English باللغة الإنجليزية؟ In the 10th century, بالقرن العاشر. Does UNICEF help children in Europe only or all over the world? هل منظمة يونيسيف تساعد الأطفال فقط في أوروبا أو في كل العالم؟ In all over the world, في كل العالم منظمة يونيسيف تساعد الأطفال. The F in UNICEF stands for, ترمز الF إلى family, العائلة, friendship, صداقة, أو food, ترمز إلى الطعام. How many people can the Airbus hold? How many people بمعنى عدد الناس اللي ممكن يتحمل الـ Airbus. What can hold 555. بإمكانه إنه يحتمل 555 شخص. Airbus هي المركبة الفضائية. زين, انتقلنا إلى grammar and functions. Grammar هو القواعد. زين, they prepare for the World Cup for the last 12 years, past perfect continuous. أريد من عندي هاي الجملة ومطين الفعل ما بين أقواس, إذ من عندي أحولها إلى الماضي التام المستمر. الماضي التام المستمر هو فاعل بعدين have been زادا فعل B-I-N-G. فthey نزلوها they. أوكي, أنا بس صححت الفعل بهذا الشكل. أنتوا لازم ترجعون تكتبون الجملة كلها. They تأخذ have بعدين been وأضافت I-N-G إلى الفعل. Prepare, sort of preparing. Then, what will the weather be like tomorrow? Indirect question. سؤال indirect, غير مباشر. Sir, can you tell me what the weather will be like tomorrow? أنا شارح هذا الموضوع
على السبورة راح تلقوه بقائمة التشغيل الرابع، شلون أحول السؤال المباشر إلى سؤال غير مباشر. Barry was driving his car when he see a trouble accident. Correct the verb. صحح الفعل. بس تشوفون when هي أداة ربط، راح نقول إنه اللي بعدها يكون ماضي بسيط، فالسي تقلب إلى سو، الماضي ما سي سو. She go to her parents' house every 2 weeks. Correct the form of the verb. Correct يعني صحح شكل الفعل، تصير she goes بهذا الشكل. أنا دا أحكي بأي زمن؟ دا أحكي بزمن المضارع البسيط. ليش عرفت مضارع بسيط؟ لأن هنا أنا عندي every، بس أشوف every أقول هذا مضارع بسيط، فبالمضارع البسيط يأخذ أس الشخص الثالث. زين، علي is from بغداد، سجاد is from بغداد. join باستخدام both، both بمعنى كلا. both علي and سجاد are from بغداد، كلا علي وسجاد من بغداد. وأيضا هذا الموضوع شارحته لكم، تلقوه صف الرابع الإعدادي بقائمة التشغيل. زين، could I have a cup of coffee please؟ هل بإمكاني أن أحصل على كوب من الكافي؟ رجاء. accept اقبل، yes of course، أو of course، certainly بالطبع، وهكذا. زين، تعالوا ننتقل إلى التمرين اللي بعده. انتقلنا إلى B، بعدنا بالسؤال الثاني. choose the correct answer، اختار الجواب الصحيح. number one، he was late for school because، هو تأخر عن المدرسة بسبب he had missed. شوفوا ما طول أنا عندي because، فالجملة اللي بعد because تكون ماضي تام، had زائد التصريف الثالث الفعل. هو مطيني ثلاث خيارات، هنا مضارع تام، وهنا ماضي تام، وهنا نستخدمها في حالة المبني المجهول، لكن اللي أريده آني هو الماضي التام. The match starts فراغ in low on low at. at استخدمها مع الساعات، بس تشوفون أكو ساعة هنا بالعشرة PM AM صباحا و PM مساعا، فاستخدم at معناتها عندي ساعات. neither وسام nor كمال، لا وسام ولا كمال. فراغ جيرمن، speaks يتحدثون الألماني. غفران and سلمى، غفران وسلمى. فراغ not watching TV last night. where the majority of people who live in فراغ كندا speak French and English. شو تخلون هنا؟ هنا ما راح نخلي أي شيء، يبقى in Canada. Iraq used to be فراغ than nowadays. used to be العراق متعود على be greener، يكون أكثر خضار than nowadays، أكثر من بقية الأيام. انتقلنا إلى السؤال الثالث، راح يكون معاني. مطين هنا beach، learning، diary، click، passengers، easy، borrow. ذني كلمات راح حسب المعاني أدخلهم بالجملة. This machine is easy to use if you read the instruction. هذه الماكينة سهلة الاستخدام إذا قرأت التعليمات. إذن easy حسب المعنى. Do you want to borrow my umbrella؟ هل تريد استعارة المظلة مالتي؟ It's raining، إنها تمطر. Flight attended، موظفة الطيران. help passengers، تساعد المسافرين. greet them and help them find their seats، تساعدهم وتسلم عليهم. و help them، تساعد
ساعدهم حتى يجدون الكراسي مالتهم. To use the English language game حتى نستخدم لغة إنجليزية بالألعاب. Click on the icon. Click بمعنى انقر على الايكون that say games. الأيقونة اللي مكتوب عليها game ألعاب. 5. A good way to learn a language is to write in your learning diary. طريقة جيدة لتعلم اللغة هي كتابة اليوميات every day, كل يومية. 6. We haven't been swimming in the pool because we prefer the beach. نحن لم نذهب للسباحة بالبول بالحوض لأن إحنا نفضل السباحة. بيتش يعني الشاطئ. إذن هذا التمرين يعتمد على المعاني. Question 3B. Match the words with their definitions. صل الكلمات بالتعاريف مالتها. أيضا تمرين يعتمد على المعاني. Words بمعنى الكلمات و definitions بمعنى التعاريف. Number 1. Official راح أربطها مع E. Used by the government or any legal authority. يستخدم بواسطة الgovernment المقصود بها الدولة يعني الحكومة or any legal authority أو أي سلطة قانونية. Official بمعنى رسمي. زين. 2. Border رح أربطها مع F. The separation between two countries. The separation يعني الحد الفاصل بين two countries يعني بلدين. إذا border هي الحدود اللي تكون بين الدول. Origin رح نربطها ويا B. Where someone or something come from. Someone يعني الشخص. Come from يعني المكان اللي يجي من عنده. Glacier بمعنى نهر جليد أو فتشي مجلد. رح نربطها مع C. A large area of slowly moving ice. Large area بمعنى area هي المكان الكبير. Slowly moving ice يعني ثلج يتحرك بشكل بطيء. يعني المكان اللي يتحرك بالجليد النهر خلينا نقول الجليدي. زين. Communication راح نربطها مع دي. The exchange of information or ideas between people. The exchange يعني تبادل المعلومات والأفكار بين الناس. يعني communication التواصل. عرفتوا؟ أنا إذا أربط الكلمات بالتعاريف مالتها. زين. Wilderness بمعنى البرية. An unspoiled area where no people live. المكان اللي ما يعيشون به الناس. والunspoiled تأتي بمعنى النقي. يعني الغير ملوث. إذن هذا هو حل التمرين يعتمد على المعاني. زين. انتقلنا إلى التمرين الثالث. Two syllables مثلا password بيها مقطعين و three syllables اعطيناكم afternoon بيها three syllables. والsyllables تعتمد على عدد حروف العلة. يعني ايش كم مرة أنا راح أوقف لمن أقرأ الكلمة. هنا أنا واحد وهنا أنا اثنين وهنا أنا ثلاثة. لأنه هنا أنا أكو دبل أو فيحسب واحد. يعني afternoon بهالشكل تلفظ. Modern عكسها old. Modern حديث. Old قديم. Different مختلف عكسها similar متشابه. Shut close. Shut و close نفس المعنى. Desire و wish أيضا نفس المعنى. بمعنى هنا أنا يرغب وهنا أنا يتمنى. Roof, roofs. هنا أنا جمع. Child تصير children أطفال. Fight هنا الماضي مالتها وهنا الحاضر. Slept sleep
هو المضارع مالته. هنا مطينا صوت يريد من عندي أجد صوت المناسب بالكلمات. عندنا dance و fail و plain. dance هو هذا الصوت. انتقلنا إلى أسئلة الليتريتشر الأدب. What is poetry؟ ما هو poetry؟ الشعر. What is poetry؟ ما هو الشعر؟ It's a very careful mixture of meaning, look and sound of few words. Alfred Lord Tennyson was the fourth of 12 children. Alfred كان هو الرابع من 12 طفل. زين. Number 3. Why do we read literature? لماذا نقرأ الأدب؟ Mention two reasons only. اذكر سببين. انتو انا ذكرت عدة اسباب وانتو تقدرون تذكرون فقط سببين. اوكي هنا كل الاسباب ذكرتها. It enables us to understand how often people think. يمكننا من فهم كيف الناس يفكرون. It broadens our world beyond reality to fiction. انه يوسع عالمنا ما وراء الواقع الى الخيال. It makes us feel that our feelings are part of universal ones. إنه يجعلنا نشعر بأن شعورنا هو جزء من universal يعني عالمي. It's a way of passing values from one generation to another. It's a way of passing values يعني طريقة لنقل القيمة من جيل إلى آخر. It's a thing of beauty that brings joy us. هو think شيء اللي شيء جميل اللي يجلب المتعة لنا. زين. تقدرون تختارون فقط اثنين. Okay, two reasons. أنا طيتكم واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. Four. At what age did Alfred Lord write his 6,000 line epic poem. بيا عمر كتب القصيدة مالت ألفرد at the age of 12 بعمر 12 سنة. ملاحظة مهمة أنا شارح الأدب رح تلقون فيديوهات الأدب موجودة بقائمة التشغيل الرابع. انتقلنا للسؤال الخامس. السؤال الخامس إنشاء. Write an email to a friend. اكتب ايميل الى صديق. Tell him about you have been doing and what the place is like. اخبره ماذا كنت تفعل واخبره عن المكان كيف يبدو. Write a story about something that happened to you at school. اكتب قصة عن شيء حدث معك في المدرسة. The story can be real or imaginary. القصة ممكن تكون حقيقية أو خيالية. Write 80 to 100 words. أريد عندي أكتب 80 إلى 100 كلمة. ملاحظة كل الإنشاءات أيضا راح تلقوها بقائمة التشغيل الرابع. إلى هنا ينتهي درس اليوم. شكرا لكم وانتظروني في درس جديد.